خلينا قبل ما ندخل في عناوين الاخبار، وانا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم بمناسبه الاسماء، وكنت بدردش مع ساره حتى قبل الهوا انه الاربع ايام اللي فاتوا وكمان بشكل كبير جدا ال 48 ساعه الاخيره ياكدوا على مبدا واضح وضوح الشمس، ليس بالاسماء فقط تحسم البطولات او تحرز الالقاب، احنا بنتكلم الحقيقه على اربع ماتشات يدرسوا، نتكلم على دور 8 في بطوله دوري الابطال يا ساره خارج كل التوقعات، بما فيهم الحقيقه ماتش برشلونه والبايرن اللي احنا يمكن دردشنا عليه الاسبوع اللي فات، طبعا سكور 8-2، بس قبل ده انا عايز حضراتكم تشوفوا من اللحظه الاولى لانطلاق مباريات دور الثمانيه من باريس سان جيرمان واتلانتا ولغايه الدقيقه 90، لما تيجي تقارن كفه باريس سان جيرمان وتقارن اسماء النجوم اللي موجوده فيه وتقارن حجم الصفقات اللي بيضمها نادي بحجم باريس سان جيرمان، تدرك تماما حجم المعاناه لغايه تقريبا الدقيقه 90 لما قدر باريس سان جيرمان يحول تاخره بهدف لانتصار بهدفين. لما نيجي نتكلم على فريق زي لايبزيج، وانا قلت لك انه لايبزيج مفاجاه البطوله وفريق محترم جدا، لو نزلنا الشارع النهارده يا ساره وسالنا الجمهور عن اسم اثنين او ثلاثه لعيبه من فرقه لايبزيج ما اعتقدش حد هيعرف، بعد طبعا فيرنر ما سابهم وراح تشيلسي كان النجم الابرز وساب الفرقه، والنهارده فرقته موجوده في قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. لما نتكلم على البايرن وعلى برشلونه وفريق بحجم برشلونه بتاريخه وبطولاته بجماهيريته في كل انحاء العالم مش في اسبانيا بس، بيضم لعيبه زي ميسي وسواريز وجريزمان وبيكيه وتيرشتيجن ويلقى هزيمه قدام البايرن بسكور تقيل جدا، ثاني اكبر سكور اعتقد في تاريخ البارسا، يبقى مش بالاسماء فقط. وبرده امبارح مان سيتي، لما نيجي نشوف كفه المان سيتي مع اولمبيك ليوني، لا طبعا هنتكلم على كفه وكل الترشيحات وكل التوقعات كانت متوقعه انه المان سيتي أنا يوصل. انا قلت لك يا احمد ان برشلونه طبعا مش المرشح الاقوى، واحنا قلنا ده انه خلاص بايرن ميونخ هو الاقوى، بس سكور الثمانيه ده اللي ما توقعتوش، يعني لأسوأ الظروف 8-8. ميسي يا احمد كان بيعيش أسوأ هزيمه في تاريخه، ميسي ما شافش الثمانيه دي، يعني خسر مع الارجنتين قبل كده كنت بقولها امبارح من في تصفيات كاس العالم من بوليفيا 6-1، 8-2 كان طبيعي ان احنا نشوف شكله كده. برشلونه كان وحش قوي، المدرب فعلا فشل قوي في اداره الماتش. بس انا قلت لك في رغم ان انا بشجع بارسا يعني، لكن انا قلت لك انه البايرن السنه دي مقدم سيزون ولا احلى ولا أنا اروع. انا معاك، بس 8 برشلونه يعني ميسي في الملعب 8، صدقيني الموضوع ليه علاقه اكتر بشخصيه البطل، من اللحظه الاولى انت مدركه انه البايرن قادر على حسم المباراه، يعني حتى بعد ما البارسا تعادل مع البايرن في اول الشوط الاول انت حاسه انه البايرن متسيد المباراه، انت بتتكلمي على ازاي تقدري تستحوذي على الكوره لاطول فتره ممكنه مع فريق هو الاقدر والاقدر على الاستحواذ، احنا بنلعب بارسا بنلعب تيكي تاك، لكن من اللحظه الاولى انت مدركه تماما في احساس كبير جدا بشخصيه البطل، البايرن قادر يفرض اسلوبه، وهنا بتيجي فكره الانسجام، والانسجام بين اللعيبه ممكن يكون فريق على مستوى الافراد على مستوى اللعيبه اللي موجوده فيه مش بنفس القدر بالفريق اللي بينافسه، لكن حاله الانسجام وحاله الرغبه وحاله وجود الحافز عند الفريق الاقل من ناحيه الاسماء والامكانيات ممكن جدا تقلب الصوره، حصل ده مع لايبزيج وحصل ده مع ليون في بطوله بحجم طبعا دوري ابطال اوروبا. بس ليه علاقه كمان بفشل المدرب يا احمد في ان هو يدير اللقاء، لما يبقى هو مستقبل الاجوان دي كلها وبعدين يروح في الشوط الثاني سحب نص الملعب ونزل هجوم، هو المفروض يعني كان المفروض يقتل رتم اللعب اللي هو عمله ده، يعني لو خدت بالك برشلونه كان مستسلم فعلا بعد الجون الخامس، برشلونه كان اخر ثلاث اجوان دول جم خلاص اللعيبه نفسها كانت مستسلمه. بس الحقيقه يعني خساره برشلونه ما كانتش مفاجاه، الثمانيه هي اللي مفاجاه، بس الحقيقه بالنسبه لي اليوم هو يا احمد اللي كان مفاجاه. صحيح احنا عندنا يعني عندنا ليون ولايبزيج فرقتين بيقولوا ظهر بشكل كويس جدا ومفاجئ جدا، مفاجئ للمان سيتي ومفاجئ كمان للمشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا، وقدر يستغل الغلطات الدفاعيه اللي عملها مانشستر سيتي وخصوصا حارس المرمى اللي ما كانش يعني في يومه. انا شايف باختصار شديد انه ضحيه دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا مش برشلونه، لكنه الحقيقه بيب جوارديولا حقيقه يعني.